أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. أي أن من صفة ابن آدم حب المال، تحبون المال حبا جما، والحرص على الدنيا والتكالب عليها، إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى بأن جعل جل حرصه فيما خلق له. وهذا لا يعني أن المرء لا يهتم بدنياه، ولهذا جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أخذ من الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يهتم بدنياه وأن يتعلم مصالح الدنيا، لكن لا تكون هي أكبر همه ولا تكون هي مبلغ علمه. وهذا الحديث حديث ابن عباس يصور حال كثير من الناس في شدة الطمع، ومهما حصل من المال لا يقنع، لأن الوادي من الذهب كثير وزائد عن حاجة الإنسان. الوادي من الذهب، يعني لو نتصور الآن رجل عنده وادي ممتلئ ذهبا، يعني هذا زائد عن حاجته بكثير، لا يحتاج إليه، بل هو حمل وثقل. لكن مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان له واديا من الذهب لأحب أن يكون له واديا آخر، يعني من ما قام في قلب ابن آدم من الطمع في الدنيا وعدم القناعة. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على القناعة، وبيان أن الغنى هو غنى النفس، وبيان أن الغنى هو غنى النفس. لكن قد يسأل سائل في هذا المقام: هذا الطمع والانجذاب للدنيا والانكباب عليها، وكونها هي الشغل الشاغل وهي التي تسيطر على اهتمامات الإنسان، حتى إن من سيطرتها على اهتمامات بعض الناس ربما تركوا فرائض أو أخروها أو ضيعوها أو فرطوا فيها من أجل الدنيا. فإذا قال كيف المداوات للقلب، كيف المعالجة لهذا الباب؟ المعالجة جاءت في الحديث، مداوات القلب في هذا الباب جاءت في الحديث نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب.
على العبد أن يحرص على تجديد التوبة، ومثل ما قدمنا التوبة تكون وظيفة العمر، دائما يتوب الإنسان إلى الله، دائما يتوب إلى الله، لأن من شأن الدنيا أنها تشغل الإنسان عن حقوق وعن واجبات، وتشغل القلب، ربما يصلي الإنسان الفريضة ولا يخشع فيها من أجل الدنيا، ربما يصلي الفريضة ولا يخشع فيها، وربما يصلي ويخرج من صلاته وهو ما عقل شيئا من صلاته، لأن قلبه كله كان منصرف إلى من؟ إلى الدنيا والتفكير فيها والانشغال بها. فهذه مشكلة متكررة مع الإنسان، متكررة معه بتكرر الأيام. فالدواء التوبة، تجديد التوبة، دائما يحرص على أن يتوب، دائما يحرص على أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. وهذا الحديث فيها قاعدة جامعة في باب التوبة وأصل عظيم في التوبة، وهو أن الله عز وجل يتوب على من تاب أيا كان ذنبه ومهما كان جرمه. من تاب وصدق مع الله في توبته تاب الله عليه مهما كان الذنب الذي كان قد اقترفه ومهما كان الذنب الذي ارتكبه. وسبحان الله، والحديث عن الدنيا وأن الإنسان ما يشبع منها من آفاتها أنها توقع في العظائم، توقع يعني حب الدنيا والحرص عليها يوقع في العظائم، في كبائر، يوقع في سرقة، يوقع في غش، يوقع في الربا، يوقع في فواحش، يوقع في محرمات، يولد يعني هذا الحرص على الدنيا والإكباب عليها يولد شرور. ولهذا التوبة محتاج إليها العبد، حاجة يومية. الحديث نفع عظيم في هذا الباب، وكأنه يستحث العبد على أن يكون ملازما للتوبة في كل أيامه، وعليه أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب مهما كان ذنب الإنسان ومهما كانت خطيئته. فقوله ويتوب الله على من تاب فيه معنى قول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره إلا من لطف الله به. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الآيات. قال رحمه الله تعالى: في هذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت، لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت، في كل يوم من أيامه هو حريص على الدنيا بل يزداد حرصا عليها إلى أن يموت وهو على هذا الحرص، إلى أن يموت وهو على هذا الحرص. وكثير من شراح الحديث حملوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولن يملأ فاه يعني ابن آدم إلا التراب
أي تراب قبره، لن يملأ فاه إلا التراب، أي تراب قبره، ما يملأ فاه ولا يملأ عينه من الدنيا مهما أوتي، ولو أوتي واديا طلب آخر، ولو أوتي آخر طلب ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب، يعني إلا أن يموت. إذا مات انتهت دنياه بموته، فإذا مات ينتهي هذا الطمع لأنها انتهت الدنيا، ويحل محل الطمع الندم الشديد من الذي فرط بطاعة الله عز وجل بالانشغال في دنياه التي ها هي انتهت بموته، حرص عليها وأصبحت شغله الشاغل وهمه الأعظم إلى أن مات وهي كذلك، فيندم على ما كان منه من حرص على الدنيا شغله عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. فلا يملأ فاه إلا التراب، يعني لا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب قبره، يعني إذا مات وأدرج في القبر. قال الشيخ: إلا من لطف الله به. من هم هؤلاء؟ أتى بهذه الآيات العظيمة التي هي نافعة جدا في هذا السياق. قال الله عز وجل في ذكر حال عموم الناس: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، وما ذكر بعد الصلاة من أوصاف إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر الآيات. ذكر فيها ثمان صفات عظيمة ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه على التحلي بها، فإن وفق على مجاهدة نفسه على التحلي بها سلم من هذه الآفة. نعم.